حتى الحصانة القضائية التي يتمتع بها القاضي عبد الله الزبيدي لم تمنع جنى من ارتكاب جريمتهم في اختطافه قسراً وإبقائه أكثر من 400 يوم من ضمنها 11,000 ساعة في زنزانة ضيقة تحت وطأة التعذيب دون مسوغ قانوني. حلت إلى المحكمة الجزائية النيابة الجزائية المتخصصة ثم المحكمة الجزائية المتخصصة وحكم عليه بالإعدام على أساس أنه اشترك في عصابات مسلحة ضد سيادة الوطن، واتهمت أني يعني نائب رئيس مقاومة الشمالية في محافظة صنعاء، وهذه الاتهامات كلها باطلة وكاذبة لم تستطع أن تثبتها لا محكمة ولا نيابة، ولكن كلها تعسفية. وبالأخير تم الإفراج عني يعني مع جزائي إلهية، وخرجت يعني في أواخر أو في منتصف 2017. في التاسع من الشهر الجاري يدشن نادي قضاة اليمن أعمال وحدة الحقوق والحريات كإنتاج لارتفاع وتيرة الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها القضاء والقضاة، فكان لابد من وقفة جادة حيال ذلك وتسليط الضوء على حجم المعاناة التي يقاسيها القاضي اليمني. حيث كانت مجمل الانتهاكات التي تم تدوينها في عام من العوام 2014 حتى 2017 بلغت 471 واقعة. يواجه نادي قضاة اليمن هذه المسألة بالمناصرة لأعضاء السلطة القضائية والمحاولة التتبع القانوني وأيضا تدويل هذا الملف، مثل ما قلت سابقا بأنه يجب أن يعلم العالم حجم هذه المعاناة. الفعالية التي أقيمت في مدينة حرمكسر في العاصمة المؤقتة عدن لرصد الانتهاكات التي تطال القضاء والقضاة خلال العام 2014 وحتى 2017 ناقشت العديد من أنواع الانتهاكات التي يتعرض لها القضاة من قتل وإخفاء قسري وتعذيب وتقطع وتهديد، وتطرقت إلى الجهات التي تقوم بهذه الانتهاكات والإخلال بمبدأ استقلال القضاء. قد انحدرت وظيفة القضاء في بلادنا من سلطة إلى تحول من سلطة إلى وظيفة مع في هذه ظل هذه الظروف، ابتداء من أفعال التي قامت بها ميليشيا الانقلاب ومن هيمنتها ودخولها في أعمال السلطة القضائية وما تلا ذلك من أخطاء ومن مساس بالاستقلال المالي حتى في إطار الحكومة الشرعية للأسف. ومن هنا نأمل أن يكون هذا التقرير هو بادرة لتصحيح أوضاع السلطة القضائية، لنعمل جميعا تحت هذه المظلة، تحت مظلة الشرعية، لنعمل جميعا تحت مظلة القانون. وفي الختام قدمت العديد من التوصيات من ضمنها المطالبة بالحفاظ على كرامة وهيبة القضاة وتفعيل مبدأ خضوع السلطة التنفيذية للقضاء من أجل بناء دولة مدنية يسودها النظام والقانون. حنين جمال، بلقيس، عدن.